عن هذه العصبة الاحترافية، هناك الرئيس وهناك الكاتب الإداري الذي يبرمج المباريات دون الأخذ بالاعتبار ودون الأخذ بمصالح الفرق ودون الأخذ برأي الأنصار والمتتبعين، لأنه تقريبا جميع وسائل الإعلام تتحدث عن هذا الموضوع، لأنه موضوع يفرض نفسه هذا الموضوع ديال البرمجة. ولا بد من نعمل واحد المقارنة، لأنه لجنة البرمجة كيتكلم بها نفس الشخص اللي كان في الجامعة في السنوات السابقة، ولما كانت الجامعة هي اللي كتشرف على البرمجة. يمكن البرمجة ديال دورة واحدة تستمر 4 أيام وخمس أيام، شفنا بأنه مباراة يوم الجمعة، ثلاثة المباريات يوم السبت، ثلاثة يوم الأحد، بعض المرات ما كتبرمج حتى مباراة يوم الأحد وكتبرمج جوج مباريات يوم الاثنين ومباراة نهار الثلاث وواحدة أخرى يوم الأربعاء. يعني ويمكن العطلة والتوقف ديال البطولة تعلن على جوج ديال الأسابيع ويمكن لو يستمر ثلاثة ديال الأسابيع كيف حصل في الوقت اللي كانت البطولة متوقفة، لأنه الضغط واحد الأسبوع أنظر بزوج في المرمى ديال البرتغال في اخر مباريات دور مجموعات كاس العالم 86 المصير 3-1 وجمع يقصد التدريب غدا كان ديالو ايضا الوطنية. لذلك من حق الراك أن تحتفل ب 100 سنة على تأسيسها. غادي نتابعوا المباريات مع مجموعة من الزملاء ديالنا الصحفيين والمعلقين، وفي برمجتنا للتغطية لقاءات اللي كتهم الفرق. بالمركب الرياضي محمد الخامس الوداد وحسنية أكادير، وبالملعب البلدي بخليفة قاسم غزغوز شباب الأطلس مع الدفاع.